غرس الأشجار، بناء مواقف الحافلات وتزيين لواجهات الحي هي أعمال قام بها فاتح صاحب الأربعين سنة، بدءاً من حيه ثم الانتقال إلى الأحياء المجاورة، كل ما يقوم به تطوعاً ودون مقابل. إذا ظل عنده واحدة 8 سنين هكذاك يخدم في الحي هذا، حتى حاكم الحي هذا يخدم فيه، ها هو ينقي يغرس الزجار، يغرس في النخل عنده ولا الزجار يغرس فيهم عنده، ينقي في الجامع بدراهم واحد وما مولا خير الله يبارك، خدام في القاشي هنا الله يبارك. الحي هذا ولا يمد نظرة ما شاء الله، يجي جايز تعجبوا المساحات الخضراء هذه اللي دارها الإنسان هذايا، وكما يقولوا عطى نظرة للحي وحاجة مليحة، يعني لو كان كل إنسان يدير كما دار هو يعني تولي كتجوزي على حي هكذايا تبقى غير تقولي ما شاء الله. الإنسان اللي يخدم هذا الشيء خدمه لله في سبيل الله، أولا وما حبش يبين روحه وما عاونه حتى واحد، دير خدامين دير بنا وحده كمل وحده كل حاجة دارها وحده، ونتمنى إن شاء الله الناس كل دير كما هو تخدم الأحياء تاعها تنقي. ما يميز عمل هذا الشاب الذي يرفض الظهور والحديث عن أعماله أنه كلف أيضاً عمالاً مختصين بتنظيف الحي ومتابعة كل أعمال النظافة على مدار السنة، وحتى مبادرته لقت استحساناً كبيراً لدى السلطات المحلية. اللي قام بأعمال جد إيجابية في الحي نتاعو، ينظف الحي نتاعو، مكلف أعوان مش ينظفوا الحي يوميا، إذن هذا سلوك إيجابي يقتدى به، سنة حميدة. احنا من خلالكم نشكروا هذا المواطن هذا اللي راه يؤدي في خدمة جد نبيلة، لأن مضيفة الحي نتاعو، وكذلك عن قريب سيكرم من طرف السلطات الولائية. هي صورة جميلة لمبادرة فردية كان لها الأثر الكبير في المساهمة لبناء مجتمع راقي.